أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بن أهري دعي لعن صلى الله عليه وسلم محمد المحمد رسول صلى الله عليه وسلم من وصلفنا واسمنا رجالنا اللهم نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ولكنا في علاقهم وعلومنا في علومهم والهدنية وكل نيات صالحة وإلى حدود النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزبج ودراد والبيت وسابه وجم ساداتنا علي بن علوي سنبج الأحمد بن إيسى وعب محمد بن إيسى واسمنا محمد Ahmad bin Ali Ba'alawi bin Abdullah Ba'alim Al-Hadabila bin Abdul Rahman Sakab Summa ila Hadujib Ahmad bin Albi Bajahda Babi bin Abdullah Abu Bakar Sakran Wabak Sakran Wa Usul Himma Furim Wa Sayyid Abu Bakar bin Salim Farwujud Simr Umar bin Ahmad Atwa Sali Ali bin Abdullah Baras Wa Gud bin Sad Wa Sibilad Wa Libad Wa Abdullah bin Albi Haddad Wa Abdullah bin Usimin Dahir Ba'alawi Wa Ibu Ali bin Muhammad bin Husayl Habsi Wa Usul Himma Furim Wa Jami Sufiyadil Mu'akim Amin Sultanil Awliya Sirisi Abdul Qadir Al-Jilani Wa Sasi Ahmad Al-Badawi Sahmat Rifai Wa سبحان سبحان ربنا علي وسادلي ووصولهم وفرهم وجميع صحبه جوا جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين من الاسمران حاسا وقسند وزهر المتهر ثم إلى حضرتي وكيي هجي معصوم وكيي هجي دمياتي وبابا بحرم وإبو رحمنا وبابا سمرجنا وامبا سايجد وامبا كاسناوي وامبا مرني وامبا يايسا وامبا ياي أبو وزوجاته وامبا كرنو وزوجاته وامبا زوباتي جوريمي وزوجاته wa ma'li tuminah wa ma'li mukibad wa ma'di alfiyah wa ma'li warsini wa ma'asfiyah wa ma'da ridwan wa nunah zainuddin wa ba'da nabi wa anton junaidi summa ila haduri walidina walidikum wa masayna wa masaykum wa jadina wa jadikum wa ahwanina wa ahwanikum wa alina wa ahlikum jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alamirul amban allah jadi fi jannah wa yufanin barakatihim akramatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunia wal akhir al fatiha يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مانگه نك جواب صلوات سين سرو نگه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أسرى يا ربي صل يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد أهل الورى منتجا وأسدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بيتك تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد من بالصحة والوفاة حلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من السمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وسل وسهل ما قطع هوى يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي
تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد وعليه ومن للحبيب يعسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بن حبل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله Ya Rabbi ya khairul muhtadin ahi wa ma
Assalamualaikum.
حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول Allah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواجه برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإنسانه. كان مجود مسانه، حال الحلق لهجمة ودع عليها علما، ومن فائد من ندم جرت به في أقداره القسمة. فارس مقبوج عبده رحمة، نمد هدى عبد العبد المهبوب، فانظر شرفي في عوالم السادة والهيوب. فما هذا المن الذي تكرم به المنان، وما عدم هذا الفضل الذي برز من أرض الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فهذا الوجود يكناف الوجود، ودرست برد العوالم بدراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى في عالم قدسه الواسع، تجنقد بانتشار فضله في القريب والساسع. فله الحمد الذي لا يعوده بتعداد، ولا يبرك عدود درداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. يتصرف في الثقلان وتنتشر في الأكوان، فما من سبيل ممنب إلا من صلى هذا الحبيب. يا لقلب زره قد توالى بها حبيبي عمل أنا من والا، تلمس الوجود بنور همر الكون بهجة وجمالا، وتركه على مقامي وتنهى في مده وتعالى، لحد في مدلد بشرا كاملا يسيح الضلالا. وهو من فعم ما قد راد رفعة في سوني وكمالا، فسبحان الذي أبرز من رد امتنان ما يسمع في سواق معانيه الجنان. إن تصرفين في علم البدون والدهور، فتح الحلق يا نور، فتبارك الله من إله كريم، فصدنا آياته في ذكر الحكيم، ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فمن يجهز بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن أعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدوان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، ودل اليقين مسند عن وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله، وأمر الله من فضله ونفله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ذو العشرين سراجا وكمرا منيرا. فما أعظمه يومي على البشر، وما أوسعه من نعمة تسر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واسمد أياد وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الأبودية، وبرز في حكمة الكمال، وقام بحق الربوبية، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به، فأمري قلبي نور سر تعلق به وحبه، وأقرب من الله في حسبه، ولعله وصاب الصحوة مجد بقربه، وتفيا بجهده وحبه، ما عذر الأكوان بنجد ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما دعاه الله في العلم القديم بظهور أسرار تأسيس للبصر الكريم بالتقديم والتكريم نود القدرة الباهرة في النعمة الواسعة والمنة الهامرة. فانطلقت بيض تسويف في عالم المطلق الكبير عن جمال مسعود بالعين هاب الموت وحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في أسلاب الكريمة والبدن فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف المعمود خروجه وقد من قدم سيادة نور مدهرت وحسست به من حسست. فكان مصاب الأسلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم السد بسر لاقى البصر ونورا هيفك ظهوره وبهار. فتعلقت همة الرقيم هذه الحرم بأن يرقم في هذا القرطاس مواد من عجائب ذلك النور معروف. وإن يوم في أبواب سعر أوصاف ذلك الموصوف تسويق للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تعرب الأقلام عن سؤون حير الأنام ولكن حسن تدبين ما حفظه من أسراف المعلوقين وما أكرم الله به في معد من الفضل الذي أما العالمين وبقى الهدف في كون مسألة من الأيام والسهور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عيد التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في صفعة هذا النبي السافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها النبي علك وكعب دري. يا أيها النبي علك وكعب دري. أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. يا أيها النبي والكوكب دري. الله يا أيها النبي والكوكب دري. أنت إمام الحضرة صلي دوماً
الله الهموم جد به الجمال الله الهموم جد به الجمال يا أيها النبي قل كوكب الدري يا أيها النبي قل كوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عانى لقلم أن يحط ما حرقته في إعلام إما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسلم الذي يا أحسن السمعيل وهنا حسن أن نسند ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته ولم وقرطاسه وتلازه في حجز ما أسمعه العبد وقد بلغني في أحاديث مسهورة أن أول سين حلق الله والنور مدع في هذه السورة والنور هذا الحبيب أول مخلوق ورؤيا في عالم ومنه تورع وجد خلق وبدا خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرجاك بسند عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد أرضى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخركم في البعث وقد عدت روايتي بأنه أول خلق وجودا وأشرف المولودا ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اهتزت من سعد من البرية بكمال الخصوصية ما استودعت هذا النور مبين أسلب وأذن من صرفته من العالمين فتناقل هذا النور من سلف عدم والنوح وإبراهيم حتى عصلت يد العلم القديم إلا من خصص بتكريم عبد الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم ومن الذي هي في المحافل في الآمنة السيد الكارمة الآمنة فتناقل سلف عبد الله فلقه إلى بدنها فضمت أحسنها بمعونة الله محافظة على حقه يدي درة وسنها فحملته برعاية الله كما رد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تسكو منه علما ولا إللا حتى مر شعر بعد شعر من حمله وقرب وقت خروجه إلى عالم شهادته تمتجت على الأهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مسجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
ومنذ ألقته هذه الترة مجنونة والجورة مجنونة وكون كله يمسك ويمسي بسرور وابتهاد يرقو بيده لإسراق هذا شراطا تنتسقة إلى بروج تنتسقة إلى ثقة الجواهر كنوز صلى الله عليه وقل تابت لفريشنا فلقد في فاتك الإمارة مولي تربك بالبشارة وَمَنْ حَمِلَ حَمَلَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ إِلَى أَتَتِ حَمْلَ أَبِي هُلَامٍ مِنْ بَرَكَتِهِ وَتَأَتَتِ وَلَمْ تَجِدْ أَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَمَنْزَلَاتُ بِإِذْنِ الْفَرَاحِ بِبَرَكَةِ أَشْرَافِ الْبَرِيَّةِ وَبُرُوجِ مِنْ عَلَمِ الْخَفَاءِ عَلَمِ الظُّهُورِ فَتَتَلَقُّ لِهِ بِالْبُطُونِ وَالدُّهُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ فِي الْوُجُودِ بَشَدَ الذَّكْرِ وَبَسَطَ فِي عَلَمِ الْكَافِرِ مَا إِذَا تَفْسِرِ فِي تَعْظِيمِ بِبُرُوجِ هَذَا الْبَشَرِ الْكَرِيمِ اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أول وقتي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسين ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيس سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المشطور ليبرج نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور وأنفض الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجه أمة تأنيسا لجنبي المسعود ومشاركة لها في هذا سمات ممدود صلى الله عليه وحضر بتوفيق الله السيدات مريم وسيدات آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن موت وبر الحامد المحمود مت إنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي أشرق الكون بهذا
Kulla inni
Sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak bima tadiku an kitabadihi butunul awraq kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khulqa awalhum ila makarimil akhlaki sabqa wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa barra'u fa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khulqus sahlu wa lahdul muhtawi ala al ma'na al jad idha da'ahu al miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjala فهو أبو الصفيق الرحيم باليتيم وأرحمه وله ما سهلت أهلك الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائس أقوية من البرية ومن نسرت به تأثرت الطرق والمنازل صلى الله عليه وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وسأله وشأنه وله العلا في مسجده ومكانه
أو شاب إجيك تعالى مستها عودا على نسم السها بإله وقد انبشت قلم في تدوين ما أفده علم من وقاء مولد النبي الكريم وهكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم التعديم والخلق العديم صلى الله عليه فسن مني أن أمك إنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن خمتك ما يحسن تعديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yeah.